يواجه فريق الهلال السعودي فريق صبهان اصفهان الايراني في ذهاب تمون نهائي دوري ابطال اسيا لكي تشاهد المباراه معاليك فضل الله تعالى في صراحه وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراه ملعب نقاش إجاهان ستاديوم بايران في تم الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر الإمارات والساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب وسوف تنقل المباراة على قناة اس اس سبورت دي واعيد الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراة القوية اليوم تجدون اللبس في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك واشتراك بقناة وتفعيل خاص لتنسى الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب بكم في موعد قادم